نحن في القسم الإعلامي التابع لنادي التطوع السعودي نهدف إلى الربط بين الأعمال التطوعية والمتطوعين. بدأ بمفهوم العمل التطوعي من خلال إنشاء متجر إلكتروني يهتم بأعمال الأسر المنتجة. كنا حلقة الوصل بين المشتري وبين الأسر المنتجة لضمان حقوقها. بعد كثرة انضمام العديدين للتطوع قمنا بإنشاء قسم الإعلامي لنادي التطوع السعودي. هدف القسم الأساسي ربط قادة العمل التطوعي بالفعاليات والمناسبات الاجتماعية. البداية الفعلية كانت في عام 2009، لله الحمد وصل عدد المسجلين إلى 1900 متطوع. يقوم القسم الإعلامي في نادي التطوع السعودي بعمل قاعدة بيانات بأهم الفعاليات، وعلى سبيل المثال كنا حلقة الوصل بين شركة موبايلي وقادة الفرق التطوعية لنشر جائزة موبايلي للعمالة التطوعية. رسالة لقادة الفرق التطوعية في حال رغبتهم بكوادر بشرية أو أفكار أو أعمال أو تغطيات إعلامية، التواصل معنا ونتشرف بالتعاون مع الجميع.